يرحمها أختي. ست حسنية كانت كلش زينة ومحترمة، ماكو مثلها أبد. الله يرحمها، أنا أقعد بفاتحتها، أم كلش كانت طيبة. تسلمون نوالي عمتي. عمتي هي توفت بس همزين الفلوس ما راحت، لحقنا عليها باللحظة الأخيرة. قليل هسه وقت الفلوس، أنا راح أتبرع بثروة أم الدار الأيتام كلها نطيها. شنو حنونة؟ ايش تتبرعين؟ وين تتبرعين؟ مدافتين؟ اي سنان، امي كان عندها هواي ذنوب، ما ظل احد ما اذته بهالدنيا، على مود هاي راح تبرع بكل ثروتها تعليم الاطفال اليتامى. مستحيل، انا عمتي ما لها اي ذنب بالكون، ما تعجب ظهر احد ابد، كانت طيبة، اصلا هي كانت ملاك، ملاك كانت عمتي ملاك. ويلي الله. انا تبرع بثروة امي قلت لك، افتهم. ليش حنونة شنو الحكي الزايد؟ اذا ترين تتبرعين لحد فتبرعي لي، انا محتاج فلوس على الاقل اخلص من شغل التاكسي، انا من الكل اولى. لا تخربص سنان، الف الحمد لله لا جوعانين ولا عطشانين، عندنا بيت وعندنا صالون، وش قد حلو تشتغل انت هم بالتاكسي، انا هالفلوس راح اتبرع بها على الاطفال اللي محتاجين تعليم. مستحيل. اسمع يا حنونة، أنا ما أريد أحكي بس ما طول أنت مصرة على هذا الشيء، مجبور راح أحكي. عمتي قبل ما تتوفى كتبت وصية وتصديني كل الثروة مالتها وهبتها إلي. شوفي باعي كل شيء مكتوب بهاي الورقة، أقريها وشوفي. هاي ماما. وصيتي كل ثروتي أعوفها النسيب سنان كاية حسنية. سنان انت كاتب هالرسالة تمام، وخذها خليها بجنطتك يلا بسرعة. يعني مبين كذب سنان ابني؟ باعي شلون موقف حطيت نفسك بي كل على مود الفلوس. أنا أشوف الباب. مساء الخير بنتي، أنا جاية الفاتحة حسنية، أنا بنت خالتها. بقية بحياتكم خالة، تفضلي. تسلمين. البقية بحياتكم كلكم، حسنية كانت محترمة كلش. الست بنت خالة خالة حسنية. أنا أمي كان عندها خالة وحدة بس، وهي كان عندها ولد واحد بس. انت حنين مو بنيتي؟ اي خاله. اوف ما اعرف شلون اقول، انا وحسني كنا مزعلين وراحت بدون من الصالح. خاله هسه انت لما عمتي كانت طيبه ما دورتي عليها، بس من توفت يلا قمت تدورين عليها، هسه يلا تذكرتي يعني. باعي اسمعي خل اقول لك شيء، اذا انت قرايبها بتكذب ونيتك تبوقين ورث عمتي فاوصيك لا تحلمين بهذا الشيء، لان ماكو هيك شيء، ما اخليش تشتمين فلس واحد يكون بعلمك. يلا قومي اطلعي برا. على الاقل خلوني اكل شيء بثوابها. اي تمام اكلي وروحي يلا. تفضلي. اوف يا سنان، بس خلي يصير الليل راح اطلع حليب امك من خشمك، اني مو حسنية اذا ما اطلع هالروح بدي. انتهيت انت يا سنان، بحياتك ما راح تنسى هالدرس يا خاين. اقعدوا يا انزال، قوموا يلا اقعدوا قابلوني وخلحت وياكم. اقعدوا. هذا شبح، هذا شبح. اسنان شبح بغرفتنا. كش اشتاتن اشتوت، كش برا. اني مو شبح، اني روح حسنية جاية انتقم منكم. يا ابو عمه انت ليه جيتي هنا؟ يلا روحي ايش عندك هنا؟ ليه جاي هنا؟ روحي من وراك انت. لا اعرف اموت ولا اقدر ارجع من ثاني، حياتي تدمرت بسببك انت السبب. اني جيت اخذك انت، اريد اعذبك
وعاقبك على اللي سويته. ويلي يعني عما انتي متي ولي حد الان ما خلصت منك؟ شنو هاي؟ مدى افتهم اني؟ ايه تتحمل عقوبتك، اعترف بذنوبك وتطلب العفو مني هماتي. تمام عمه تمام، راح اعترف. اني كتبت الرساله مال الوصيه بيدي. وفلوس القاع. فلوس القاع؟ اي فلوس القاع موجوده هنا. شغله الاخ عمه، انت بعدك ما متي؟ اني اخذت تليفونك النوكيا، هو ما بينت بس لازم يخذي هذا شيء الاخ. ها دقيقه، اخذت بطاقتك همينه بس بعدني ما مستخدمها هوايه، كان بيها بس مليونين عمه، يعني ما صرفناها هوايه عمه. وهاي جواريبك همين اخذتها بس انا ما اعرف ليش اخذتها. لازم يا عمه هاي جواريبك اخذيها، يلا روحي. كش كش كش. حرامي حقير. يبو يما هاي انتي؟ اثاري عمه انتي بعدك عايشه؟ اي انا عايشه دم ولحم هنا انا، بس انت راح تموت ما دام قمت تاخذ ورثي واني عايشه. انت راح تموت يا قشمر يا حرامي.